المنتخب المصري بإبداع وإقناع وبأقل مجهود بيفوز على المنتخب الليبي بالتلاتة في مباراة تصويرها كان سيء، تعليقها ما كانش قد كده، ولكن كلاعبين في أرض الملعب وكتكتيك من كارلوس كروش كانت مباراة بيرفكت، مباراة فيها كلام كتير قوي، وزي ما قلت وزي ما كاتب في التمنيل بالتلاتة نعلن عودتنا. حطيني رقم واحد في الأنقصية. قبل اي كلام في اي حاجه، الحلقه دي طالما وصلت لك انزل اعمل لايك، لو مره تشوفني اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان الحلقه تيجي لك اول باول. تعالى بقى نخش نتكلم عن المنتخب المصري وادائه في مباراه النهارده. المنتخب المصري في مباراه النهارده التشكيل اللي بدا بيه هو نفس تشكيل المباراه اللي فاتت. كلام كتير الناس اتكلمت وانا واحد منهم، ان انا قلت المباراه اللي جايه المنتخب المصري هيبدا مباراه ليبيا هناك زي ما نهى هنا، ولكن ده ما كانش في حسابات كارلوس كروش فضل ان هو يثبت التشكيل ببعض المهام المختلفه في مباراه النهارده. ايه المهام المختلفه في مباراه النهارده؟ الحاجه الاولى ان عبد الله السعيد ما استهلكش في الضغط. في المباراه الاولى عبد الله السعيد استهلك جدا في الضغط على المنتخب الليبي، وكمان استهلك في ان هو يخرج كوينج شمال مكان مرموش اللي كان بيخش القلب الملعب، ولكن في مباراه النهارده ما كناش بنشوف ده. كنا بنشوف ان عبد الله السعيد واقف في نص ملعبنا واللي بيحاول يعمل مهام الضغط هو عمرو السليه في الضغط على المنافس، وكمان كنا بنشوف ان عمر مرموش لو دخل لقلب الملعب كان احمد فتوح هو اللي بيبقى بداله في الوينج مش عبد الله السعيد، واحمد فتوح بيزيد جدا جدا جدا. وزي المباراه اللي فاتت الفورميشن في تحضير اللعب ما اتغيرش كتير، كان اكرم توفيق بيفتح، كان احمد فتوح بيفتح، كان النني بينزل في وسط الونش و جازي، وكان بيبقى قريب منه عبد الله سعيد وعمرو السليه هو اللي بيفتح ناحيه اليمين وبيحاول لو الكره افتقدت هو اللي يبتدي الضغط على المنافس. دي الحاجه الاولى او الفورميشن الاولى او الشكل الاول اللي عمله كارلوس كروش. الحاجه الثانيه واللي هو مصطفى محمد في المباراه الاولى نعم ما كانش بيخرج بره منطقه الجزاء كتير، ولو بيخرج بره منطقه الجزاء ما كانش بينزل لقوي كده، لكن النهارده شفنا مصطفى محمد بيلعب حرفيا فولس ناين، نفس مهام فيرمينيو مثلا في ليفربول. هو مش بيبدا بمصطفى محمد مهاجم صريح، انا مش هعتمد عليك مهاجم صريح، لا هنعتمد عليك كمهاجم فولس ناين ينزل بره منطقه الجزاء يسيب الحريه لمحمد صلاح وعمر مرموش ان هم يخشوا قلب الملعب علشان يحاولوا يسجلوا في المرمى، ومصطفى محمد يسحب معاه مدافع من المدافعين ويفضي المساحه في ظهره. وكمان مصطفى محمد كان مستخدم في حاجتين، الحاجه الاولى هو اللي هو ينزل بره منطقه الجزاء وينزل لقرب نص ملعب منتخب مصر، واحيانا كتير لنص ملعب منتخب مصر عشان يسحب معاه مدافع. دي الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه ان مصطفى محمد كان بيعتمد عليه في مرحله الضغط، كان بيضغط على حامل الكرة بكل شراسة بكل قوة، شفناه في كذا مرة مصطفى محمد بيضغط على المنافس علشان يغلطه، كنا بناخد منها أحيانا فاولات أحيانا أوتات أحيانا حتى بيشتت الكرة بعشوائية وبنستخلصها وبناخد الكرة التانية. منتخب مصر الشوط الأول مش هقول لك كان بيلعب بسلبية إن احنا كنا هاديين وسايبين الكرة لليبيا، لا منتخب مصر كان لحد الدقيقة 30 كانت الدنيا رايحة جاية، ليبيا ماسك الكرة شوية، منتخب مصر ماسك الكرة شوية، منتخب مصر بيهدد مرمى ليبيا شوية، منتخب ليبيا بيحاول يوصل مرمى مصر شويتين، ولكن بعد الدقيقة 30 المنتخب المصري مسك زمام الأمور، ابتدينا احنا نمسك الكورة، ابتدينا احنا نخلق فرص، وابتدينا احنا نوصل لمرمى ليبيا، وابتدينا نسجل، ابتدينا نهدف. في الدقيقة تقريبا 38 محمد صلاح كرة في نص الملعب، محمد صلاح بيرجعها لعبد الله، عبد الله للسلية، السلية لعبد الله تاني، بتروح ناحية الشمال ل عمر مرموش، عمر مرموش بيرفعها لصلاح، صلاح بيستلم الكرة وبيحاول يوقفها، بتنط قدامه مصطفى محمد بيستلم ويمرر على طول بكوبري كده صغير لفتوح. فتوح لاعب مميز في الحته دي ان هو ما بيخافش، انا هشوط على المرمى انا هجرب، وده اللي عمله في مباراه النهارده. مصطفى محمد اول ما اداله الكرة على طول ما فكرش الشوطه في البعيده، بوم الهدف الاول للمنتخب المصري في الدقيقه 38، والهدف ده ادى اريحيه لمنتخب مصر نوعا ما شويه، ان احنا مش متوترين، ان احنا مش مستعجلين، ان احنا مش عايزين يلا نلعب بسرعه يلا نسرع علشان نسجل جول، لا احنا سجلنا جول قبل نهايه كمان الشوط الثاني قبل نهايه الشوط الاول، وان احنا نهدي الريتم تماما. وده اللي حصل بعد الجول، ابتدى منتخب مصر يمسك كوره اكتر، ابتدى يتمرر كور اكتر، ابتدى نحاول نوصل لمرمى ليبيا باقل مجهود اكتر، وده اللي عملناه وسجلنا الهدف الثاني. عمر مرموش باوفر ولا احلى ولا اروع ولا اجمل، مصطفى محمد بيطلع يحط كوره اجمل من اوفر مرموش، بيطلع يحط الكوره على طول، الكوره جايه له كده مصطفى محمد بحرفيا، كوره مصطفى محمد هي دي لعبه مصطفى محمد، دخل تك جون في البعيده عكس حركه حارس ليبيا النشنوش. الهدف الثاني لمنتخب مصر، منتخب مصر بنسبه كبيره بيقفل الماتش، بقول خلاص يا رجاله هدوا الدنيا هدوا الريتم خلاص، ده الماتش ده بقى في جعبتنا بقى عندنا، يلا على السلامه ليبيا. ومنتخب مصر ده اللي عمله فعلا، خلاص الشوط الاول
انتهى وانتقلنا للشوط الثاني. الشوط الثاني المنتخب المصري انا مش هقول لك هدى الريتم وساب الكره لليبيا، بس المنتخب المصري ده اللي هو خلاص يا رجاله احنا كسبانين 2-0، احنا مش محتاجين ان احنا نعافر، مش محتاجين نبذل مجهود كبير، مش محتاجين ان احنا نطلع حد مصاب مننا النهارده، لا تمام كلنا نلعب باريحيه، كلنا نمرر الكره بسلاسه، كلنا نلعب الكره السهله، ودي اللي كنا مفتقدينها مع المنتخب المصري. المنتخب المصري كنا في مرات كتير بنحاول نلعب الكره الطويله، بنحاول نلعب كرات ريسكيه، بنحاول نطلع نرمي اي حاجه، ولكن مره النهارده لا احنا نلعب كره سهله، النني يدي لعبد الله، عبد الله ممكن يرجع لعادل الونش، الونش يطلع فتوح، فتوح يدي لعبد الله، عبد الله النني النني للسوليه، تمريرات 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 كتير 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 كتير، منها كنا بنخلي المنتخب الليبي اللي هو مش عارف يضغط او الضغط بتاعه مش المميز او اللي هو مش عارف يستخلص منك الكوره، دي حاجه. حاجه ثانيه كنت بترهق المنتخب الليبي اللي هو بيحاول يبذل ضغط اكبر ومجهود اكبر علشان يستخلص منك الكوره، دي حاجه مميزه. وكمان المنتخب هو نفس الشكل نفس الفورميشن، ولكن في الشوط الثاني انت كنت بتشوف حاجه تانية بقى، حاجه اضافيه، ان انت بتعمل ايه، انت مش عايز تخلي مجهود عبد الله السعيد يتضاعف في اي فرصه من الفرص، انت بتخلي عبد الله السعيد واقف في نص ملعبك اكتر وقت من المباراه، عبد الله السعيد هو اللي بياخد الكره اللي بيوزع على الاطراف ويوزع في عمق الملعب، مش عارف عبد الله السعيد يعمل حاجه تاني، هو ده المطلوب من عبد الله السعيد فعلا، ان انت كان حتى المفروض يعمله المباراه الاولى، ولكن عبد الله السعيد في المباراه الاولى كروش كان بيحاول يجرب، كان بيحاول يشوف واستنتج ان عبد الله السعيد مش من اللعيبه اللي تعمل لك الدور اللي هي تضغط وتروح تلعب مكان الوينج وكل الكلام ده، فخلى عبد الله السعيد يقف في نص ملعبه اكتر وقت ممكن من المباراه، ترى اللي هو عبد الله السعيد هو اللي ياخد الكره هو اللي يوزع اللعب على الاطراف، وخلى السوليه اللي يضغط. ولكن الحاجه الثانيه شفناها ان خلى مرموش كمان بدل ما يخش قلب الملعب ويخلي مصطفى محمد ينزل عشان يعمل عمليه الضغط، بقى خلى الاثنين هم اللي يعملوا عمليه الضغط، خلى مصطفى محمد بقى هو اللاعب فولس 9 وطول المباراه بيلعب فولس 9، وخلى كمان مرموش بينزل معاه القرب نص ملعب منتخب مصري علشان يضغط وما يسيبش مساحه للباك والوينج اللي هم يعملوا دبل اب على عبد الله سعيد او دبل اب على فتوح، ده اللي كنا بنشوف ان مرموش بيرجع مميز جدا. مرموش من المباراه الاولى مكسب المنتخب المصري، عمر مرموش لاعب مميز بكل معاني الكلمه، على مستوى السرعه، على مستوى الدريبل بالكوره، على مستوى العرضيات، على مستوى التسديد، على مستوى كل حاجه، لاعب مكسب للمنتخب المصري، وهنشوف لاعب كبير قوي في المستقبل. ومرموش خلاص حط رجله في المنتخب المصري، قدم كل اوراق اعتماده، كارلوس كروش مقتنع بيه، فهنشوف مرموش كتير جدا اساسي الايام اللي جايه والمباريات اللي جايه. الحاجه الثانيه او اللاعب اللي عايز اتكلم عليه هو اكرم توفيق. اكرم توفيق يا جدعان لاعب مش طبيعي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني، لاعب اكتشاف في الباك اليمين، باك يمين صمام امان، هو ده فعلا اللي اتقال عليه باك غتت، باك غتت غتت، مش بيعدي حد مش بيعدي حد، هتعدي مني هجيبك واقطعها منك، مش هتعرف تعدي مني، ضغط زق بتاع، وحتى لما بيجري بالكوره ويرفع اوفرات، لا لاعب معلم، لاعب كبير، لاعب كبير اكرم توفيق، ومكسب كبير قوي للمنتخب المصري. تاني لاعب او تالت لاعب محمد النني. النني مستواه في الماتشين انا ما كنتش مقتنع، ما كنتش مستوعب ان النني ممكن يعمل الاسلوب ده، لا النني المباراه الاولى كان ريجيستا، كان ياخد الكوره ويبتدي يوزع لعب، ياخد الكوره يلعب لك باصات ريسكيه. مباراه النهارده النني مستخدم كريجيستا اكتر من المباراه الاولى، النني النهارده كان بيستلم الكوره وسط اثنين لعيبه، بيعدي من اثنين لعيبه ويمرر، بياخد الكره يلعب كره طويله في ظهر المدافعين، دي حاجه مميزه جدا جدا جدا. برده الحاجه اللي لازم نتطرق لها شويه هو محمد صلاح، ناس كتير هتطلع تهاجم بعد مباراه محمد صلاح زي ما هاجموه المباراه الاولى، برده يطلع يقول لك محمد صلاح ما عملش حاجه، بيلعب في ليفربول غير بيلعب منتخب مصر. محمد صلاح يا جدعان ده محمد صلاح لاعب انت مش مطالب ان هو لازم يسجل لك كل مباراه، لا محمد صلاح كارلوس كروش بيستخدمه ان هو يشغل المنظومه، هو اللي يحرك المنظومه، المطالب من محمد صلاح اللي هو ما يسجلش، محمد صلاح النهارده مش بيعافر عشان يسجل، جه في اخر مباراه اللي هو انا عايز اسجل جول، انا مش هينفع لازم اسجل، ولكن محمد صلاح بيشغل المنظومه، كنا بنشوف صلاح في الجول الاول كان من مشاركين في الجول، محمد صلاح في الجول الثالث من مشاركين في الجول، هو اللي عمل لك اسيست الجول، محمد صلاح مش سيء، محمد صلاح بيلعب كوره بيلعب بشكل مميز، ولكن محمد صلاح ده اللعب اللي بيطلب مطلوب منه في المنتخب المصري، انت مش طالب منك ان انت تسجل في كل مباراه، لقيت مساحه اخطف وجيب جول، ما لقيتش مساحه خلاص شغل الدنيا، ده اللي مطلوب، ده اللي بيعمله محمد صلاح. محمد صلاح الفريق كله النهارده بصراحه عمل اداء مميز، الشناوي الف سلام عليه خرج ونزل ابو جبل، ما حسيناش بفرق كبير، ابو جبل شال كورتين مميزين، الونش حجازي اكرم فتوح، فتوح اللي عمل مباراه كبيره جدا، مباراه مميزه على المباراه اللي فاتت، النني سريح عبد الفتحي طارق حامد الفريق كله. اللي عاجبني كمان في كارلوس كروش انه بيلعب بشكل ايه؟ الاداء تصاعدي، اللي انت مش من اول مباراه انا هنزل اضغط وهلعب بقى بشكل مميز، لا عادي احنا المباراه الاولى بنلعب باداء مش افضل اداء، مباراه مش افضل مبارياتنا مباراه ليبيا في برج العرب، ولكن المباراه الثانيه لا انت بشكل تصاعدي. مباراه ليبيا نهايه المباراه بشكل مميز بشكل نوعا ما يليق بالمنتخب المصري، ولكن مباراه النهارده انت بتبدع وتقنع، وفي اخر حتى ربع ساعه قال اللاعبين وشفناها على الشاشه باص باص العبوا كوره، باصوا كتير باصوا كتير مرروا كتير،
ادوا ثقه لنفسكم وادوا ثقه اللي انتوا بتلعبوا في المنتخب المصري كبير افريقيا، ادوا ثقه. وده اللي حصل، لعيبه ابتدت تمرر تمرر وثقه، واللعيب ده بيطلع عايز يشوط، واللعيب ده عايز يلعب كوره، مدرب مدي ثقه للعيبه، مدرب واقف على الدكه مريح، مدرب بيقول كلام وانا متاكد في اوضه اللبس اللعيبه بتقتنع بيه عشان كده بتنزل تنفس اسلوبه في ارض الملعب، مدرب نجح في كل حاجه، استبعد لاعبين محدش كان متوقع ان هم يستبعدهم، استبعدهم، نزل في مباراه لعب لاعبين محدش كان متوقع ان هو يبدا بيهم ويلعب بيهم ولعب بيهم، واللعيبه دي ما خسرتش. على مثال على سبيل المثال عمر مرموش جول واسيست في مباراتين، مدرب بيقتنع بوجهه نظره، مدرب بيطبق وجهه نظره، مدرب خلاص قدم اوراق اعتماده للمنتخب المصري وقدم اوراق اعتماده للجمهور المصري، والجمهور المصري كله مقتنع بيه، وانا واحد من الناس اول ما كارلوس كروش جه انا كنت مقتنع بيه، انا دافعت عنه ومصر على كارلوس كروش وهفضل ادافع عن كارلوس كروش لان كارلوس كروش بيقدم كره للمنتخب المصري كنا متاخرين قوي عنها. كارلوس كروش جه كنا بعاد قوي، فينك من زمان يا راجل؟ فعلا فعلا فينك من زمان؟ كنا فتره اجيري وحسين البدري، والفتره اللي احنا كنا فيها دي فتره اجاف، فتره ما كناش بنقدم فيها اي حاجه، ولا اسلوب ولا لعب ولا اداء ولا اقناع ولا اهداف ولا اي حاجه. من فتره كبيره زي ما كتبت على فيسبوك وعلى تويتر ان منتخب مصر من فتره كبيره ما شفتوش بيكسب سكور، لو كمان من فتره كبيره ما شفتش منتخب مصر بيكسب سكور باقل مجهود وباداء مميز جدا 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 جدا. منتخب مصر النهارده قدم مباراه كبيره، مبروك لمنتخب مصر 6 بونت، 6 بونت كانوا مهمين جدا، نقطه في الصداره ب 10 بونت، عدوا مباراتين ضد ليبيا ضد انجولا وضد الجابون، سهل جدا ان انت تكسبهم بالاداء. شفنا النهارده لو قدمت الاداء ضد انجولا بانجولا والجابون في مصر نسبه كبيره خلاص ضمنت الصعود، وانا نسبه كبيره باذن الله ان شاء الله ضمنا الصعود، ولكن المهم ان احنا نحط رجلينا ضمن الخمسه الاوائل في المجموعات ونعلي تصنيفنا نوعا ما شويه علشان في مارس ما نلعبش فريق تقيل ويقرفنا في المباراه الفاصله باذن الله. في الاول وفي الاخر ده كان راي شخص واحد في مباراه مصر وليبيا، المهم رايك انت، قول رايك انت في المباراه في الكومنتس. في الاول حلقه بنفس الشيء اعمل لايك، اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان الحلقه تيجي لك اول باول، تابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي في فيسبوك وتويتر وانستجرام، تابع السكريبت بتاعته اعمل له فولو، وتابع على فيسبوك وتويتر كمان مستر شيك. الحلقه الجايه سلام.